أهلا بكم من جديد. أطلق معالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أول كتاب من نوعه على المستوى العربي والدولي بعنوان الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمجلس التصديري للحصلات الزراعية. تفاصيل أكثر عن هذا مع ضيفنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. حياك الله سعادتك ويا مرحبا بك. أهلا وسهلا سيدي. يا مرحبا بك دكتور، حياك الله في برنامج الفجيرة، تجمعنا من جديد. والبداية طبعا يا ريت أنك تتخبرنا عن تفاصيل وأهمية كتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية. شكرا على هذه الاستضافة. في البداية يمكن القول أنه عملا بتوجيهات ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس وزراء وزير ديوان الرئاسة حفظه الله، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، فقد سعت الأمانة العامة للجائزة إلى تلبية رؤية القيادة الرشيدة في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومن ضمنها طبعا جمهورية مصر العربية، حيث نفذت الجائزة أو الأمانة العامة للجائزة عددا من المشروعات ذات الأهمية بالتعاون مع عدد من الشركاء وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة. فبناء عليه فقد أطلق معالي المهندس، وكما أشرتم أطلق معالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية أول كتاب من نوعه على المستوى العربي والدولي بعنوان الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمحافظين والنواب والسفراء، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة مدراء المنظمات الإقليمية والدولية بالقاهرة. هذا الكتاب صدر مؤخرا بالتعاون بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية التابع لوزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك يوم 22 مايو الماضي بفندق سانت ريجيس بالقاهرة. لو سمحتوا لي، هذا الكتاب هو بمثابة خارطة الطريق ودليل إرشادي شاهدا على أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ومرشدا للمستثمرين في اختيار الصنف المناسب في المكان المناسب وفق منهج علمي يرتبط بالتغيرات المناخية والموقع الجغرافي اعتمادا على المعادلة الحرارية والرطوبة النسبية لكل صنف مقارنة مع الظروف المناخية لكافة المحافظات والمناطق على مستوى جمهورية مصر العربية، بهدف تعظيم الفائدة وزيادة المردود. نعم دكتور، دكتور عفوا يبدو أن هناك خللا في زر الهاتف لديك، يحول دون سماع صوتك. أنا أسمعكم في أزرار الهاتف تحديدا. نعم، ولكن يصعب علينا سماعك، يصعب علينا سماعك من بسبب هذه أزرار الهاتف أو حاجة عندك. يلا خير إن شاء الله. نعم خير. تفضل تفضل سيدي الآن. نعم تسمعوني؟ نعم شكرا. تفضل سيدي، أنا انتهيت الجواب. نعم. على السؤال الأول. طيب طيب دكتور، لو تحدثنا أيضا عن التعاون المشترك بالتعاون بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في جمهورية مصر العربية وجائزة خليفة الدولية أيضا لنخيل التمر والابتكار الزراعي. شكرا على هذا السؤال القيم. بدأت أطر التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجائزة خليفة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية منذ بداية العام 2015، حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور المصرية بواحد سيوة، وتوالت بعدها سلسلة من الأعمال
والمشاريع والمهرجانات إلى أن وصلنا إلى تنظيم النسخة السابعة من المهرجان، وقد تم تأهيل عدد من مصانع التمور في محافظة مطروح والوادي الجديد وإنشاء مخازن مبردة للتمور في محافظة الواحات البحرية، وإعداد استراتيجية قومية لتطوير قطاع النخيل والتمور في جمهورية مصر العربية. كما أن هذا التعاون توسع ليشمل عددا من المشاريع مع عدد من جهات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، وكان آخرها هو إطلاق كتاب الخريطة المناخية لأهم الأصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية بالتعاون كما أشرنا سابقا مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. هذا الكتاب يعتبر أهم الكتب التي يتجلى فيها أهمية العمل الجاد والنظرة المستقبلية المدروسة للمحافظة على النخلة والاستثمار فيها.